يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. يلا بابا علاوي، يلا ام علي جاية عيني. يلا. جيتك يلا تحلي الجنطة. يلا بابا علي. يلا ماما تعال. جيت. يلا حبيبي يلا. عاشت ايدك. روح اصعد. يلا حبيبي. بابا جوعان خلي اكل. بابا من يأذن بعد ما يصير، وانت صايم؟ نعم. وصلينا استونا احنا، ما يصير بعد تفطر. يلا يلا صعدوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام سيدنا. أهلا سيدنا. شلونك؟ شلون الصحة؟ شلون أخبارك؟ عافيتك. الله يحفظك. رحم الله والديك. إن شاء الله اليوم صيام ورايحين كربلاء، نزور وندعي لك. موفقين إن شاء الله. الله يحفظك. الله يبارك فيك. تلقاني مهدي هسه. بدي. هو صايم اليوم. نعم. يريد يفطر. أنت ما دام صليت صلاة الظهر، يعني ما دام أذن أذان الظهر وأنت في بلدك أو محافظتك وتريد تسافر هنا، لازم تبقى على صيامك. طبعا هاي اذا كان مكلف والصيام يكون صحيح. نعم لو كان السفر من المحافظه او البلد قبل صلاه الظهر هنا واحد مو واجب عليه ان يصوم، وصيامه ما راح يكون صحيح، بس هم يصير يفطر ببيته، يكون يوصل الى حد الترخص. حد الترخص هو المكان اللي منتهى البيوت، الحدود الاداريه يعني مال المحافظات، من يوصل هناك يلا يقدر يفطر. هذا حبيبي. يلا حبيبي يلا صح. موفقين ان شاء الله. ولا تنسونا بالدعاء والزياره. الله يخليك سيدنا. السلام. الله يخليك. الله يخليك.